الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني المشاهدين لقناة زاد الفضائية. نرحب بكم في هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله برنامجا مباركا وأن ينفع بهذه التلاوات. بادئ ذي بدء، نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذه المواسم المباركة، ونسأل سبحانه وتعالى أن يعيننا فيها على حسن العمل الذي يرضيه عنا. لا شك أن مدارسة القرآن شأنها عظيم، وخاصة في شهر رمضان فإنها سنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام في كل عام في رمضان مرة، ولما كان العام الذي قبض فيه صلوات الله وسلامه عليه دارس جبريل عليه السلام مرتين. نرحب بكم مرة أخرى إخواني المشاهدين، وننطلق إن شاء الله تعالى لتلاوة الآيات التي معنا، وهي من سورة الكهف من الآية 25 إلى الآية 27، فنبدأ بقراءة الآيات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. إلى هنا أخواني المشاهدين، نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. وقبل ذلك الحقيقة، قبل أن نبدأ في هذه، يبدو أن هذا المقطع يعني كما عرفتم من قبل أنه متصل بالآيات التي قبله، حيث إن الله سبحانه وتعالى تكلم عن قصة أصحاب الكهف، هذه القصة العظيمة وما فيها من العبر. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا أن أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، كما أشار البغوي رحمه الله تعالى أن 300 سنين يعني بالحسبة في الأشهر الشمسية، وأن الفرق بين الشمسية والقمرية أن كل 100 سنة تزيد 3 سنين، ولذلك ذكر الله هنا في القرآن المدة التي لبثوها بالأشهر القمرية وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كم مدة لبثهم في كهفهم بينه الله عز وجل في كتابه. ثم قال ربنا واتل ما أوحي إليك من الكتاب، الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اقرأه واعمل بما فيه، لا مبدل لكلماته، لا تتغير هذه الآيات ولا يتطرق لها النقص، لأنها محفوظة من الله سبحانه وتعالى. ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لو قصرت في ذلك، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقصر في أمر الله، فإنه لن يجد مهربا ولا مخرجا من التقصير. هذه الآيات العظيمة كما سمعتم، نستمع إليها إن شاء الله تعالى من قراءتكم، ونبدأ معنا بالمشاركين في برنامج الزوم. معنا الأخ علي نصير من الأردن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
أحسنت بارك الله فيك. هنا في ملاحظتين تسمعنا يا حبيبي. الملاحظة الأولى عندنا إذا قرأ الإنسان الآيات، نسأل الله أن يوفق، قراءتك جميلة جدا، واحتاج أن يقف يعني لأجل النفس. الحمد لله الآن عندنا الوقف والابتداء في القرآن مشار إليه فوق الآيات، يعني صلي وقلي، فالوقف بدل ما يقول أبصر به وأسمع يه ثم يأخذ نفس ويكمل، الأفضل أن يقف عند أبصر به وأسمع ثم يبدأ ما لهم من دونه من ولي. الأمر الثاني قضية المدود في آخر الكلمات، يعني إذا في حكمه أحدا، هي حركتين فقط، في حكمه أحدا وتقف. بارك الله فيك. نأخذ المشاركة الثانية، معنا عمر نصير من السلام الأهدى. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أوحي لا مبدل إليك لكلماته. اسمعني ولم يا عمر، تجد من ما أوحي إليك، حقق الهمزة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. أحسنت بارك الله فيك. معنا أختنا فاطمة نصير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قراءة جميلة يا فاطمة بارك الله فيكم. لا مبدل لكلماته، نقف على الهاء هكذا ولا نقلقلها، كلماته، يعني بعض الناس يزيد في الهاء، لا، الوقوف على الهاء مباشرة، كلماته. أحسنتم. عائشة نصير من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. أحسنت يا عائشة بارك الله فيكم، قراءة مميزة جدا في تحقيق التجويد والاهتمام به، زادكم الله في القرآن يعني بركة وخيرا. مشاركة الآن مع إلياس خالد من العراق. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، أهلا. رمضان مبارك عليك يا آمين. شيخ. علينا وعليكم، الله يعطيكم العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا
9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ملتحدا. يا سلام يا إلياس، قراءة جميلة جدا، وإن شاء الله تكون إماما للمسلمين يسمعون قراءتك. آمين. الله يعطيك العافية. نسمع أخونا عصام من مصر. تفضلي عصام. عصام معنا؟ عصام من مصر. ما زال معنا؟ تفضل يا عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل أعد يا لا عصام مبدل واتلو ما أوحي واتلو ما أوحي إليك أحسنت. من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله، شكرا، حياك الله يا عصام. معنا أخونا سمير محمد من مصر. تفضل أخونا سمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ولن تجد من دونه ملتحدا. أحسنت، بارك الله فيك. أختنا عرفة البطل من مصر. عفوا أخونا عرفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، معذرة. لا ولا يهمك يا شيخ، جزاكم الله خير. يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله، قراءة جميلة، شكرا أخونا عرفة. أخونا عبد الله القشاوي من مصر.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أحسنت ما شاء الله، قراءة جميلة، لكني أوصيك بالحرص على الوقف في مواطن الوقف، تكون قراءتك أجمل بإذن الله تعالى. معنا أخونا معاذ القشاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله، أحسنت. معنا أخونا محمد القشاوي. تفضل يا محمد. إيه تفضل. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أحسنت يا محمد، ما شاء الله، قراءة جميلة، بس احرص عاد في الثاء أنك تنطقها ثاء، يعني بعض الناس ينطقونها سين، ولبثوا، لا تعود عليها ولبثوا، لابد أن تكون قراءة القرآن قراءة صحيحة. بارك الله فيك. محمد لاشين من مصر. والضحى والليل إذا شجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خيرا لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أحسنت يا محمد. كم تحفظ يا محمد من القرآن؟ كم حافظ يا محمد؟ هم معنا؟ طيب ننتقل لأخونا سمير من أرتيريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله، أحسنت أخوي عمر. في ملاحظة لاحظناها في جميع القراءات السابقة، أبصر كثير منهم يفخم الراء، هي مرققة، أبصر به، فينبغي هذا. الأمر الثاني المدود مراعاتها، من يقرأ ما شاء الله بالمد المنفصل لابد أن يراعي أيضا في حكمه أحدا، مثل ما يقول ما أوحي، حتى تكون القراءة كلها على نسق واحد.
رغد عبد الإله من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 300 سنين. 300 سنين. 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا. مرققة. قل الله. قل الله. نعم جميل. أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بربه في حكمه أحدا. لا يشرك في حكمه أحدا. أحسنتي. نعم واتلو. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله. أحسنتي يا رغد. معنا عبد الرحمن السعدي من السعودية. عبد الرحمن السعدي معنا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يحييك يا عبد الرحمن. تفضل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر فما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام لي حتى مطلع الفجر. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا عبد الرحمن. إن شاء الله تختم القرآن كاملا حفظا. الله يوفق. عندنا أحمد مصطفى من ليبيا. أحمد مصطفى معنا. تفضل يا أحمد. ما زال معنا أحمد. الحمد لله. لا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله. أحسنت يا أحمد. قراءة جميلة. والأجمل إعانة الأهل أبنائهم على حفظ كتاب الله. نسأل الله أن يجعل قرة عين لوالديه. أختنا نور عصام من ليبيا. نور معنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ليل ولا يشرك في حكمه أحدا. يشرك مضمون. يشرك ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله. أحسنتي. عندنا أخونا علي المصري من مصر. علي المصري. تفضل يا علي. حين ولبثوا في. هذا علي معنا. السلام عليكم. سلامة الله. هلا علي تفضل. بسم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم. شكرا يا علي، حياك الله، قراءة جميلة. ننتقل الآن للإخوة في الواتساب. أبو خالد الأحمد من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أحسنت. طبعا عندنا ملاحظتين ولاها المهمة في قضية من دونه ملتحدة، وعندنا الأرض إذا وقفنا عليها ما فيها قلقلة الضاد، هذا حرف استطالة أرض، هكذا هكذا. طيب ننتقل إلى محمد علي من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ما شاء الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة. طيب حسبك. عندنا أخونا موسى أحمد من الكاميرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أحسنت. عندنا طبعا ملاحظتين. قل الله غلط، لكن حنا ذكرنا أن مرققة قول الله. والأمر الثاني واتلو ضمة، لا نشبعها حتى تصبح واو، واتلو ما أوحي، لا واتلو ما أوحي. معنا هاني محمود من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله حسبك، ما شاء الله قراءة جميلة جدا. معنا أبو معاذ من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون. في طبعا ملاحظتين مهمة يجب أن يعتني بها أخونا أبو معاذ. طبعا هو بسمل بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هي الأصل مكسورة الرحمن الرحيم. أبصر به، بعض الناس يعني لا يخرج القلقلة، أبصر به وأسمع وليس أبصر به وأسمع. أخونا حازم فهمي من مصر. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دوني من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أحسنت. معنا رحمة من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله واصبر. حسبك. يوسف من الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله، عندنا رحمة ويوسف من الجزائر، قراءتهم جميلة ومميزة جدا. معنا إبراهيم محمد من السعودية. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض
أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر أحسنت. نفسك حسبك. قراءة جميلة، لكن في ملاحظة أبصر تكررت معنا كثيرا في التفخيم، أبصر أبصر، معنى ملك محمود من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا نصير ولا يشرك في حكمه أحد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. حسبك. ملك محمود قراءة جميلة جدا، لكن يبدو أنه مستعجل، يعني القراءة بالتروي. في ملاحظتين، الأولى الرحمن الرحيم، بعض الناس يفعل هذا وهو خطأ، وكذلك أحدا وليس أحد، أحدا لأنها منونة بالفتح يوقف عليها بالترنم أحدا. معنى هاني محمود من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله، قراءة جميلة. نرجع لمشاركات الزوم، معنا رشا عبد الحكم من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله، أحسنتي يا رشا. معنا إبراهيم عبد الحكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا يا ابني، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. حسبك، الله يعطيكم العافية، ما شاء الله قراءة جميلة جدا، واضح الحماس، الله يجعل القرآن ربيع قلوبنا جميعا. أبو ماريا من العراق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أحسنت يا أبو ماريا، أحسن الله إليك. ردينا محمد من مصر، تفضلي يا ردينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ردينا إن شاء الله. نعم. إيه تفضل. إن شاء الله. نعم. الاسم المقرر المعطي. إيه. المقرر يا شيخنا بعد إذن حضرتك. إيه ولبثوا في كهفهم 300. إيه نعم. طيب جزاكم الله خير. ظهر الآن معكم على الشاشة. نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر واسمع أبصر به واسمع وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا شريك ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله. ردينا القراءة مع التصحيح، أسأل الله أن يبارك ويجعل القرآن ربيع قلوبنا جميعا. يا ربنا. الله يحييك. السلام عليكم. رزان. نعم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله، أحسنت يا رزان. رقية معنا أو قبلها نبي نسمع من والدهم محمد إسماعيل تلاوته، مشكورا على التصحيح للقراءة. جزاكم الله خيرا سيدنا، الله يحفظك. وإياكم، الله يحييكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله، قراءة جميلة ونبرة منشوية رائعة، أسأل الله أن ينفع بك ويبارك فيك. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. وإياكم.
رقية أحمد من مصر. رقية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا رقية. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله، قراءة جميلة. معنا ميموني، من ميموني محمد من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شاء الله، أحسنت. معنا علي من العراق. علي معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أحسنت أخوي علي، شكرا لجميع الأخوة الذين شاركونا في هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ونعتذر للإخوة الذين يعني أرادوا المشاركة معنا ولم نتمكن لضيق الوقت، وإن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. نلفت انتباه الإخوة أن البرنامج أو المقرر للحلقة القادمة في سورة الكهف من الآية 28 إلى 29. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا وإياكم من المقبولين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.